ولد عمي في جبلي ادوني كلمتهم بأمر أبوي الشيخ يوسف الهواري، وأنا غرضي إن هوارة كلها تبقى على كلمة واحدة. لمن؟ لي أو لغيري، المهم تبقى على حد وحده يا شيخ يونس يا هواري. معاكوا ثلاث أيام شاوروا روحكم، أهلا بيكم في مضايفنا. ولو أراد المولى وصار كلامكم على حد يبقى بركة يا جامع، لو لا كل واحد فيكم ركب راسه وقال يلا نفسي على كيفه ياخد ركوبته ويرجع بلده ويبقى كل واحد من تلاه. بس لو رقصت الدنيا رقصتي مش هرضاها لنفسي ولا هرضاها لكم انكم تبقوا مع الغريب. ويوم اطلع اقطع جدر الغريب اول حبل هيتقطع اللي بيني وبينكم. تكالك كلامي ليس مخلص، ربنا يعز اللي يعز نفسه. سعد وصل ولد عمك لمقاعدهم وضايفه، اتقابلوا هنا بعد ثلاث ايام، تفضلوا على مضايفكم. سياسي معهم هنتاهم بالراحة بالتهديد، قول لهم على كيفكم بس همام ما يسيبكمش، اللي مش معاه وحده بس يحمي رقبته وحده ويحمي أرضه وحده. ولا فيهم فايدة، طول عمرهم زي الطين الماهي لا ينفعوا بنا ولا جلوس. ما عارف يمكن دم يحن. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زرزور. نعم شيخ العار. اعمل اللي قلت لك عليه بعد الشيخ اسماعيل ما يخلص معاهم ويرجو بحلق زير. حاضر. مشيع يطلعنا من بيوتنا عشان نبوس الايدين يا شيخ اسماعيل؟ يعني ايه نقعدوا تلات ايام يا شيخ اسماعيل؟ طب لو قلنا لا هيدير ايش فينا؟ ايده ناوي على ايش؟ كل خير. همام عاوز لكم الخير، همام جمل المحامل، واللي هيطلع من عندنا مش قليل، الالتزام كبير، الغلة والقصب عتطلع بمقدار واحد، واللي قاعد هناك في القلعة هيعمل لنا حساب. همام عاوزها مصلحة مش عاوزها مريسة. لا عاوزها مريسة وحكم رقبة. مال عايزها ايش يا شيخ اسماعيل؟ فضل كلام، مفيش اكبر مني في الدنيا هذه. عاوزينها مريسة؟ نا مستعد. غير هكدي مفيش، ومش قاعد ليت ليالي. هنجهز الخيل والجميل وحنمشي توا. مش بالمزاج يا ابو العم، الخيل والجمال دلوك دخلت حوش همام خلاص. يعني ايش؟ يعني تقعد على حيلك وما تتهورش في الحديث يا شيخ يونس. انت قادر تروح دلوك وهمام يسيبك، لكن بعدها هتقدر تقرص على حديثك لميت. ما تهددنيش، نا يونس الهواري عندي 12 ولد ونحكم على 3000 راجل. يبقى تعقل شوية يا شيخ يونس، خلينا نجيبوا لك شبكة تنفخ فيها دخانك وتقعد تعقل ولاد عمك. همام لا حيشتريكم ولا حيتمريس عليكم، يعني كله زي ما هو، والتزامكم في الأرض زي ما هو، وانتوا برضو كبار مطارحكم، هو بس عاوز الكلمة. وهي الكلمة هينة يا شيخ إسماعيل؟ لا مش هينة، بقى كلمة وحدة تخلي القصب والغلة والذهب والسليح عند الجد ليه؟ واحنا يعني لو دخلنا حرب هو عاوز الشورى؟ فهمنا يا شيخ اسماعيل. وش معنى هو؟ كلنا كبار. هو اللي عايز يسد،
حد فيكم يقدر يعمل اللي هيعمله هو؟ ولا يراضي بحري زيه؟ خلي الخفايف عليكم والتجيل عليه، والكلمة سهلة. يا شيخ إسماعيل، من قال إن الكلمة سهلة؟ الكلمة هي كل حاجة. همام مش هيخذلكم، وكلمتكم له أحسن من كلمتكم لواحد منكم، وأحسن من كلمتكم للغريب. هناخده ونعطه مع روحنا ونرده عليكم. على مهلكم، بيوتكم ومضايفكم. اتفضل. ما كانتش كلمة قلتها لك. كلمة ايه دي؟ قلت لك اعدل وروح لها، مش تقعد هناك على طول. ده عيانة من امبارح وحال النيلة. منا شايفاها من بدري، كانت زي القرد. الواد عيبك يا صالح، هروح اشوفيها. هروح، ولو ما جيتش وراي هرمي الواد من فوق. وعليه يا ابوي؟ اشوفها بس واجي على طول. الشوفة ما تطولش، مش تاخدها حلوانة في سلوانة، فاهم؟ على جرح. يا ساتر، ايه ده يا ابوي؟ تلسين صح، نفسه مش مطوعاه. كل واحد شايف نفسه، ربنا ما خلقش غيره، ومفيش حد اكبر مني. والله انا لو شايف حد فيهم ينفع اول واحد كنت اروح له. هما خشعوا في الاخر، بس مش كلهم. مين الناكب فيه؟ يونس، عامل زي الحي المزنوق، عمال ينفخ. مش هو ليه اللي جدوده زمان هجوا من حمو الدبير وقعدوا بحري؟ اياهم. والباقيين؟ ما بين خواف وبين كذاب وبين بايع، وكان الغالب مستني حد يقول امين عشان الباقي يامن وراه. مليح. زرزور. نعم شيخ العرب. لقيت الركائب بتاعت الضيوف؟ ومريت المخاول العرب. جدع يا زرزور، ارقب حالك لحد ما ندم عليك. هو كلاف ولا حارس ولا ايه شغلانته بالظبط؟ الزرزور ينفع في كل حاجه يا شيخ اسماعيل. مره عامله زي الشريك المخالف، لو قلت لها عاوزها هتقول لك مشيها. واللي رب خير من اللي اشترى، وانا مربيك يا صالحه. بقيت تسكت كتير يا همام. هفكر في البلوه اللي اتبليت بيها جوه دي. مين؟ ورد اليمن؟ ياه، ولا فاضي انا العيال صغيره ولا حريم ولا الكلام الفاضي دي. حرام، دي غلبانه. شفت مربي انا؟ خلاص عملت اللي عليه، جت وعلى وشها حبلت انتي وجبت الواد، وانا ما فيش حريم فرقه معايا صراحه. حرام عليك، البنيه غلبانه، خدمتني بعينيها. انا من الاول وانا ماليش غايه فيه. همام، انت مالكش غايه؟ دي حتى البنت حلوه. جمالها زايد كده، انا هقوم اقول لها. اوعى اوعى تكسر بخاطر الولايه يا همام. خلاص يا بتامي، انت حره. ربنا يصبر بخاطرك. ربنا يجبر بخاطرك انت، برضه قلبك طيب. اتلائم يا همام عليا براحتك، عارفك عاوزها وانا هعودك. هي الحريم كده، مخها ما يجيش غير بالمقلوب. بحاجة؟ لا مفيش. فروج، احنا حبسنا هنا اولاد الشيخ يوسف. والله لو دول ركبته لنقطعها بسنونه. عاوز يتمريس علينا. يا شيخ يونس، يا شيخ يونس، هوده هوده ونطلع من هنا على خير، ونشيع ابراهيم بيه وعلي بيه، نقلبوهم عليه. انا ما حدش يقدر عليه. ثم يا شيخ يونس، هو طلب ايه غلط؟ ياخذ المريسه، ياخد المريسة، واحنا نختار واحد مننا ابعده. لو خدها مش هيسيبها، وهتفضل ليه والطنية. ايوه طنية. ايه يا شيخ بكر، طنية ايه؟
عيل صغير بيرضع وانتو تحسابة واسماعيل هين؟ الهمامية سنونهم حمية وقلبهم جامد. يا شيخ يونس، يا شيخ يونس، هودة هودة. ونين نروحوا بيوتنا؟ يبقى لها تصريف. ما استعجبش يا ولدي، احنا كده ما نعرفش قيمة روحنا. ولع فيهم يا شيخ العرب، ولع فيهم.